مشاهدينا الاعزاء وين ما كنتوا وين ما انتم بنحييكم تحيه كبيره لكم اكيد في شهر رمضان الفضيل. كل عام وانتم بالف خير دائما وابدا. هذا الشهر شهر الرحمه وشهر المغفره. مشاهدينا اليوم لقاء يتجدد في مسابقه سنيوره عشره عمر. لسنيوره كل التحيه والمحبه، سنيوره اللي رافقتنا من زمان، من زمن الاجداد والاباء، واليوم احنا الابناء بنستمر مع سنيوره في مسيره العطاء. أكيد من 1920 وما زالت سنيورة مستمرة بمنتجاتها اللذيذة ذات الجودة العالية، بمنتجاتها كافة، المرتديلا والبصرمة والنخانق والسلامي وسدر الحبش، إيش بدكم سنيورة موجودة. أكيد منتجات مجمدة مبردة معلبة. السنيورة من كلها كل عام وانتم بخير وأجواء رمضان حلوة في طول كرم. خلينا نشوف الأجواء الرمضانية، الناس إجاباتهم على الأسئلة، شو بقولوا عن سنيورة في الحلقة المميزة إن شاء الله معكم ومن خلالكم. خليكم معنا سنيورة عشرة عمر. سنيورة وبكل رمضان بكل وقت بتكون معكم. أكيد سنيورة دائما هي الشركة الرائدة في مجال التصنيع الغذائي. سنيورة بنوجه لها كل الحب والتحية. كون سنيورة من 1920 من القدس، سنيورة القدس كانت الانطلاقة وبدأت وتستمر وما زالت سنيورة اليوم تحمل في طيئة أو هي ثلاث مصانع تملكها شركة سنيورة، أو ثلاث مصانع لسنيورة، مصنع في فلسطين في القدس ومصنع في الأردن ومصنع في الإمارات العربية المتحدة. دائما لكل الحب والتأكيد أنه شهر رمضان شهر الخير والإحسان. كل عام وانتم أنت بألف خير وصحة وسلامة يا رب. عرف عليك أحمد الغول نور شمس. أهلا وسهلا فيك. إحنا اليوم أكيد بأجواء رمضان الجميلة، الأجواء اللي ممكن تستوعب، يعني جو مش حار الحمد لله، يعني ربنا لطيف بالعباد والأجواء حلوة وجيدة، وإن شاء الله أنه بظل الشهر الفضيل بهذه الأجواء إن شاء الله. هذا بنتمناه وأكيد كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير وصحة وسلامة يا رب. الله يسعدك. طيب برمضان شو أكثر هيك طبخة ممكن تشاركنا فيها تحكي لنا عنها بتحبها؟ طبعا زرب الزعيم أبو شهاب هو الأفضل والأجود على مائدة رمضان. زرب الزعيم أبو شهاب. أنا عندي موجود زرب يعني. أنت بتشتغل زرب؟ صحيح. طيب تمام، معناته بتشتغل زرب، معناته بتفهم في الاكل، معناته بتفهم في الذوق، معناته بتفهم بسنيوره. شو رايك بمنتجات سنيوره؟ سنيوره يعني انا بالنسبه لي شخصيا ما بقطعهاش من البيت. وجبه خفيفه، وجبه مناسبه للجسم، وزي ما بكون عشره عمر يعني ما بلاقيش اجود منها، يعني اجود من سنيوره ما بلاقي، حتى المنتجات الاسرائيليه ما بلاقي اجود من سنيوره. اكيد سنيوره منتج وطني مصنوع بيد فلسطينيه ومنتج من 1920 ما زال متواصل معكم. أكيد سنيورة عشرة عمر. سؤال بتجاوب عليه صح بتربح معنا جائزة. تمام، ما هو أكبر خليج في العالم؟ أكبر خليج؟ خليج العقبة. لا أكبر خليج ما هي؟ طيب أعطيك خيارات، هل هو خليج شرم الشيخ أم خليج غوانتنامو أم خليج المكسيك؟ خليج المكسيك. خليج المكسيك صحيح. خليج المكسيك جواب نهائي. جواب نهائي خليج المكسيك. إجابتك صحيحة، خليج المكسيك هو أكبر خليج في العالم. هي طبعا منتجات سنيورة هدية لإلك من شركة سنيورة. شو بتقولهم؟ شكرا لكم، شكرا لسنيورة، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير لكم ولسنيورة ولجميع المشاهدين. سنيورة سنيورة عشرة عمر. مشاهدينا الاعزاء متواصلين معكم اكيد مع سنيورة عشرة عمر وين ما كنتوا وين ما انتوا. سنيورة من 1920 سنيورة القدس دائما وابدا احنا معكم بهالاطلال المميز من مسابقة سنيورة عشرة عمر. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. اهلا وسهلا فيكم، تعرف عليكم؟ منى علي مصاربة من كفر السور. اهلا وسهلا فيك. انت شو اسمك؟ بسان. بسان، عاشت الاسماء يا بسان. رمضان واجواء واليوم شايفكم طالعين، يعني بلشنا نحضر من بدري؟ اكيد قبل عجقة العيد والدنيا، من على البدري احسن. على البدري احسن. كيف شايفي الاسواق في رمضان؟ ما شاء الله طول كرم، احسن من اول بكثير طبعا. ممتاز كثير. طيب يا ستي اهلا وسهلا فيكم. بتحبي رمضان؟ شو بعد رمضان؟ عيد. وهذا اهم شيء. اهلا وسهلا فيكم. اليوم احنا في مسابقة سنيورة عشرة عمر. بنحب نسألكم عن سنيورة، شو بتعرفوا عنها وعن منتجاتها؟ ما شاء الله طبعا احنا صغار وعينا على سنيورة، وهي انه ما شاء الله كثير متميزة، ولو انها مش للأفضل ما ضلت لليوم طبعا. ان شاء الله خير منيحة. شو بتحبي من سنيورة انت؟ اي نوع؟
يعني عاد علبة الحديد الكبيرة. عرفت هذي اللي بتحبيها؟ بتحبيها بتاكليها على السحور؟ اه يا ستي صحة وعافية. طيب اليوم رح نسألك سؤال بتجاوب عليه صح اكيد جائزتك من سنيورة بتاخذيها معنا. سؤالنا بسيط ركز فيه منيح، مش بعيد كثير، قبل كم من سنة يعني، متى بدأ العدوان والغزو الأمريكي على العراق؟ مش بعيد كثير. بالتسعينات؟ لا لا أنا بحكي متى، يعني متى تم احتلال العراق؟ في كان عدوان وتم على، لا أعطيك خيارات مش بعيد كثير كمان مرة بأكد لك، هل هو في 99، في 2001، 2003؟ 2003. 2003 شو رأيك صح؟ اه خلاص؟ جواب نهائي. جواب نهائي. إجابتك صحيحة بالفعل، 23/3/2003 بدأ العدوان الأمريكي على العراق ومن ثم تم احتلاله. تفضل يا جائزتك عبارة عن منتجات سنيورة، شو بتقولين؟ للإمام، للأمام. للأمام، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. سنيورة بالبديلو، سنيورة سنيورة عشرة عمر. مشاهدينا أكيد سنيورة عشرة عمر، سنيورة ومسابقة سنيورة اليوم أكيد معكم لكلكم، إنه منتجات سنيورة ما زالت تحافظ على الجودة والكيفية العالية. سنيورة أكيد دائما وأبدا عبر شاشة تلفزيون السلام معكم في هالمسابقة اللي طيلة أيام شهر رمضان، موجه لهم كل التحية، كل عام وأنتم بخير يا سنيورة. وأكيد منتجات سنيورة المتنوعة والمختلفة من المرتديلا الكلاسيك اللي هي القديمة اللي كلنا بنحبها الحديد، أو حتى من المرتديلا العادية أو النقانق أو البسطرمة أو الصدر المدخن أو السلامي، كله موجود لدى سنيورة. أكيد سنيورة معاكم بترافقكم، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير صحة وسلامة. تعرف علي؟ علي طايع. وين؟ زيت القرن. أهلا وسهلا فيك. كيف شايف أجواء رمضان؟ الله بتجنن. أيوة إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله عنا. يا سيدي إن شاء الله دائما بتضلها هيك. سنيورة، شو بتعرف عن سنيورة؟ طعم صح، جودة صح، إشي صح. إشي صح؟ إشي صح. شو بتحب أكثر شيء بسنيورة؟ العلب. علب؟ علب. أخذنا العلب. أيوة. تأكل منها على السحور ولا؟ لا بس على الفطور. بس على الفطور؟ بالأيام الفطار، أنا بتعطش تعرف أنت. آه. يعني عشان هيك انت دائما بكل الاوقات في النهايه. ايوه اهلا وسهلا فيك. طيب رح نعطيك سؤال بتجاوب عليه صح تربح معنا جائزتك من سنيورة. تمام ان شاء الله. شوف شو سؤالك ان شاء الله يكون سهل. ماشي. متى حولت قبلة المسلمين من بيت المقدس الى الكعبة؟ في اي سنة من الهجرة؟ تعرفش؟ تعرفش؟ لا بدلو. تعرف احنا كانت قبلة اولى، احنا دائما دائما القدس، احنا بنقول اولى القبلتين اللي هي بيت المقدس القدس. بيت القدس. اه وبعدين لكن هي حولت. حولت. ولا في اي سنة من الهجرة؟ هذا مشكلة. هذا مشكلة. في السنة، في السنة الخمسين من الهجرة، في السنة العشرين من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. 20. قد ايش؟ 20. طبعا سيدنا الرسول توفى قبل السنة العشرين. خزيتنا زمت. عيدين عيدين. في السنة العشرين من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الخمسين من الهجرة. الثانية. الثانية من الهجرة. الجواب نهاية تغلبنيش. الثاني الثاني. خلاص؟ إجابتك صحيحة، ربحت معنا جائزتك أكيد منتجات سنيورة. تفضل هاي الجائزة وافتح سنيورة الليلة زي ما قال لك وعلى السحور يا كبير، وسمعني كلمة لسنيورة. سنيورة صح وبتضلها صح وأحلى عالم. الله يسعدك كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. سنيورة عشرة عمر. سنيورة عشرة عمر. دائما وابدا سنيورة 24 ساعة يعني باكل سنيورة. مشاهدينا اكيد متواصلين معكم في هالحلقة المميزة من مسابقة سنيورة 10 عمر. سنيورة كل عام وانتم بخير. بتكون سنيورة بألف خير. سنيورة بتكون كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير انت وسنيورة. الله يسعدك كل عام وانتم بخير كمان مرة ومرتين وثلاث وعشرة. تعرف علي سيف كبرية. أهلين يا سيف. سيف اجواء رمضان كيف شايف هذا العام؟ والله حلوة وظريفة جدا. جميلة مبسوط فيها. دائما هي بتيجي بالسنة مرة هاي الأجواء. شكلك بتاكل على السحور سنيورة؟ بتبح على السنيورة على السحور. يا سيدي صحة وعافية، دائما نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. أهلا وسهلا فيك يا سيف. أهلا فيك. سيف شو بتعرف عن شركة سنيورة؟ شو بتعرف عن منتجات سنيورة؟ والله إنه يعني منتجاتها دائما جيدة ونظيفة وزاكية، مطلوبة للسوق دائما، الصغير والكبير، المرأة قبل الرجل ياكلها. طيب تمام ممتاز، شو بتحب من منتجات سنيورة؟ السنيورة نفسها. قصدك المرتديلا؟ مرتديلا. اها
النقانق جربته؟ اه كل بسطرمه كل شيء. والسلامي زاكي. تمام التمام. بسألك سؤال بتجاوب عليه صح بتربح معنا جائزه، بتجاوبش عليه صح برضه بتربح جائزه. ما هو الشيء الذي لا ناكله او الذي لا يؤكل لا في الفطور ولا في الغذاء؟ شيء ما بناكله لا بفطور ولا بغذاء. شو؟ بلاستيك. شو اللي لا لا يعني كيف وضح لي السؤال؟ يعني الشيء الذي لا ناكله لا في الفطور ولا في الغداء فما هو؟ الذي لا ناكله لا بالفطور ولا بالغداء صعب علي. طيب يلا نروح. هل هو العسل ام هو لحم الخنزير ام هو العشاء؟ اكيد لحم الخنزير. تتحققش عليك كشيء معين. العسل لحم الخنزير العشاء. 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 جواب نهائي. نهائي. غلبتني هالمرة. عن جد أنا تغلبت. طيب يا سيدي ألف ألف مبارك كده جائزتك منتجات شركة سنيورة. شو بتحكي لشركة سنيورة؟ كل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله للأمام وشكرا على منتجاتكم الزاكية. سنيورة عشرة عمر أكيد سنيورة دائما معاكم في كل مكان أنتم بتروحوا في فلسطين وفي خارج فلسطين. ليش؟ لأنه سنيورة في عندها مصنع في فلسطين وفي الأردن وفي الإمارات العربية المتحدة. سنيورة من 1920 سنيورة دائما معكم عشرة عمر. وأكيد منتجات سنيورة منتجات نفتخر فيها، صناعة وطنية 100%. وأكيد سنيورة بمنتجاتها ذات الجودة العالية. أهلا وسهلا فيك كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. أتعرف عليك؟ مروان محمد اسمي شاب من خيم نور شمس. أهلا وسهلا. أهلا بك. رمضان كيف شايف الأجواء؟ لا الحمد لله منيح. تمام؟ آه برار وتمام الحمد لله رب العالمين. والهواء العالي. والهواء العالي. العالي. أهلا وسهلا فيك. طيب سيدي، تعرف شركة سنيورة؟ شركة سنيورة، شركة سنيورة اللي هي المرتديلا اللي يمكن أنت بتتذكرها بحكم عمرك. اللي هي الحديد. الحديد، سنيورة أحسن إشي. سنيورة أحسن. بتحبها؟ الحمد لله. بتاكل منها؟ طيب شو بتحب تقولها سنيورة؟ كل عام وانت بخير وان شاء الله للامام للالف سنه. مش ان شاء الله مش بس من 1920 ولا من 80 سنه، لا الالف سنه من كلكم وكل سنه. اهلا وسهلا فيك، راح اعطيك جائزتك مباشره من سنيورة دون سؤال. تعال اعطيني الجائزه. شكرا لك، هي جائزتك منتجات سنيورة. انت بخير كل عام. الف خير، يعطيك الف عافيه. ألف شكر لكم كلياتكم. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسابقة سنيورة عشرة عمر. أكيد شفنا أجواء رمضان، شفنا الناس، سألناهم، كانت أسئلة متنوعة ومختلفة، وأكيد الإجابات الصحيحة أخذت معنا جوائز مقدمة من شركة سنيورة. سنيورة بنحب نقول لك إنه الناس بتحبك. سنيورة أكيد في ظل هذه الأجواء الرمضانية هي الرفيق المهم وخير رفيق على سفرة وموائد سواء الإفطار أو حتى السحور. مشاهدينا مع سنيورة عشرة عمر ومسابقة سنيورة عشرة عمر نصل لختام هذه الحلقة دائما وأبدا عبر شاشة تلفزيون السلام. إلى حين اللقاء بكم في موعد آخر، نستودعكم الله وإلى اللقاء.